كلنا نعرفوا اللي عمليات السرقه موجوده منذ قديم الزمن وتطورت بالوقت لين ولات سطو مسلح على البنوك والمتاجر والا حتى على اناس اثرياء. في اغلبيه العمليات هذه يتم القبض على اللصوص هذوما ويشدوا السجن. قليل جدا اللي يفلت بالعمله نتاعو، وفما زاده اللي يشد عنده رهينه ويبدا يهدد بالقتل اذا كان ما يغوش مبلغ معين نتاع فلوس. فما زاده القصه نتاعنا اليوم اللي تعتبر القصه الوحيده في التاريخ اللي الاف بي اي صرحت وقالت في بلاغ رسمي انها ما نجمتش تحل الكيس هذا وما نجموش يعرفوا شكون السيد اللي سرق الفلوس. دي بي كوبر والا داين كوبر هو باش يكون البطل نتاع القصه نتاعنا اليوم، لكنه لا سرق لا بانكا والا برك عبيد، جوست طلع باش يسافر في طياره واختفى ومعاه برشا فلوس. كيفاه عمل وشنو هي الحكايه بالضبط واسكو مازال حي والا لا؟ والاهم من هذا الكل كيفاش تمت العمليه بالضبط. 24 نوفمبر 1971، فما شخص مسافر من مطار بورتلاند انترناشونال ايربورت ماشي لسياتل بس كوستيوم وشد في يده حقيبه، يعني يعطي الامبريسيون سيد هذايا كيما كنت نحكيكم قصد تذكره نتاع طياره، لكنها وان واي، رقم الرحله كان 305، وقت الطياره كان مع ما 3:45 دقيقه. لكني قبل هذا كل خليني نفكركم في ديتاي ياسر ياسر مهم. عام 1971 وفي الطيران الداخلي للمسافرين، يعني الطيران المحلي، المسافرين ما كانوش يتفتشوا في وسط الطياره، يعني ما كانتش تتم عمليه التفتيش للمسافرين اللي باش يطلعوا في الطياره. يعني لهنا اي واحد كان ينجم يهز معاه اي نوع متاع سلاح ويطلع في الطياره نتاعو ما غير ما يشلق به حتى حد ويتعدى مرور الكرام. الوجهه اللي كان ماشي لها داين كوبر كانت الرحله نتاعها باش تدوم 30 دقيقه. يعني هالعمليه متاع السرقه لازمها تصير في الوقت القصير هذا. بعد ما تمت عمليه الاقلاع والناس الكل هنا شاد بلايصها، داين كوبر مشى يعيط للمضيفه متاع الطيران ومدلها ورقة صغيرة. من الأول في بالها السيد إنه بزنس مان مدير أعمال وشركات وقادي بزنس فيها، ممكن أعطاها رقم الهاتف نتاعه وإلا حاجة من هذا القبيل. لكن وقت اللي قربت باش تاخذ الورقة، جاء داين كوبر وشوشلها في وذنها وقالها ماذا بيك تقرأ شنو مكتوب في الورقة؟ على خاطر عندي قنبلة في الحقيبة نتاعي. لهنا بالطبع المرأة ما صدقتوش وقالت له إذا كانك تفدلك قل لي إتس جوك. ديك وين داين كوبر يحل الحقيبة نتاعو ويوريها القنبلة، يقول لها بالتحديد إنها مرهونة في الزوز خيوط هذوما واللي على متن الطيارة الكل بما فيهم هو يمشيوا ويتفرقعوا، لذا ماذا بيك إنك تلبي لي الطلب نتاعي. لهنا الطلب نتاع داين كوبر كان واضح ياسر، طلب منها 200,000 دولار إن كاش، باراشوت وكاميونة معبية بالكيروزان، هذا بالطبع باش تعبي ليسونس نتاع الطيارة وقت اللي تهبط. وقتها لوتيس دولير قالت إنه في الوقت هذاك داين كوبر كان ياسر كالم واثق من الكلام اللي يقول فيه، وما كانتش عليه علامات الارتباك وإلا الحيرة. لكن هنا سؤال المطروح هو علاش طلب 4 باراشوت وهو جوست وحده؟ اسكو لهنا داين كوبر يخمم باش يهز معاه رهينة من الطيارة وإلا فما شكون معاه مشاركوا في العملية؟ هبطت الطيارة في سياتل واشنطن وهبطوا معها 36 مسافر اللي كانوا على متنها واللي ما كان عندهم حتى فكرة اللي الطيارة كانت باش تتفرقع وإلا كانت موجودة قنبلة في الطيارة. وهنا هبطت بتبيع لوتيس دولير وخذت معها 200,000 دولار إن كاش واللي كانت باراشوت. عبوا الطيارة بالكيروزين وعادوا ركبوا مرة أخرى وأقلعوا في السماء. مرة هذي الدوموند متاع داين كوبر كانت مختلفة شوي، قال البيلوت نحب نمشي المكسيكو. مرة هذي الطلب متاع داين كوبر واضح على الآخر، لكن فما حاجة غريبة هو إنه طلب من بيلوت انه العجيلي متاع الطياره تقعد محلوله لمده السفر الكامله، وانه زاد الضوء متاع المقصوره الوطنيه يقعد محلول، وانه ما يطلعش ياسر في السماء وحاول ما يفوتش مسافه بما يقارب 5 كيلومتر. لكن هنا البيلوت قال داين كوبر اتس امبوسيبل انك باش تعمل وان واي تريب لمكسيكو والعجالي محلولين، نجم تصير لنا برشا مشاكل في السماء وفما بوسيبيليتي كبيره على الاخر ان ما نخلطوش المكسيكو. لكن بعد نقاشات ما بين داين كوبر والبيلوت تفهموا على حاجه، فهموا انهم باش يمشيو الريو. لكن هنا داين كوبر وافق انه الدوش نتاع الطياره يطلع، لكن اون كونديسيون انه مضيفه الطيران تقعد بحذاه وتوريه كيفاش يحل الدروج والطياره مازالت في الهواء. بعد مده قصيره من الطيران داين كوبر طلب من المضيفه نتاع الطيران وقالها برا امشي اقعد بحذا البيلوت، نحب نقعد شويه وقت وحدي. طبعا مضيفه الطيران مشيت نفذت الطلبات نتاعو لكن قعدت تعس عليه من الباب. في اخر مره طلت عليه قاتو يحضر في روحه باش ينقص من الطياره. مالها الا مده صغيره والطياره كانت مضطره باش تهبط المطار ريو في نيفادا. بالطبع باش تنجم تعبي كيروزين وتنجم تعاود تطير مره اخرى. لكن وقت اللي هبطت الطياره في المطار تلقى الشرطه المحليه تستنى فيهم. لكن لهنا ما فما حتى اثر
لدان كوبر ولا حتى الفلوس. لهنا الخلاصة الوحيدة اللي نجمو نستنتجوها هو أنه دان كوبر نقز والطيارة موجودة في الهواء. القوات المسلحة الكل متاع المنطقة وقتها مشات تتفتش في البلاصة اللي سوبوزي دي بي كوبر نقز فيها. بالطبع هذا الكل معاه 200,000 دولار إن كاش. بعد مرور بعض الوقت حطوا مكافأة وأفي دو ريشيرش على السيد هذايا توصل إلى 25,000 دولار. بأي شخص نجم يعطي معلومة مهمة وإلا يعاون باش يلقى دي بي كوبر ولا يعطي أي خيط ينجم يوصل للسيد هذايا ولا حتى للفلوس اللي خذاها، لكن بالطبع بدون جدوى. دام البحث على السيد هذايا دان كوبر بمدة ما يقارب 45 عاما. ينعم 45 عام والإف بي آي تلوج على السيد هذايا اللي هرب وسرق الفلوس لكن بدون جدوى. اللي وقتها الاف بي اي صرحت في بلاغ رسمي وخالد انها ما نجمتش تحل الكيس متاع دان كوبر ولا نجمت تعرفوا الهوية الاصلية متاعه ولا حتى هو وين. محاولات كبيرة ياسر من عند الاف بي اي ولا حتى من المجتمع المدني باش يحاولوا يلقاو دي بي كوبر. الفلوس اللي خذاهم دي بي كوبر ولا اي فلوس في العالم فيهم نيميرات سري. النمرو هذا اللي تلقاه في الفلوس يساعدك انك باش تعمل تراسابيليتي متاع النقود هذيك ولا متاع الكارت هذيك. يعني على سبيل المثال يعني تشوف ورقة متاع 10 دولارات شنية تشري بها وين مشيت وين تعطات وعنده شكون. لكن لهنا قالوا علاش ما تبعوش النيميرات سري متاع الفلوس ونشوفوا دان كوبر وين صرفهم. نلقاو خيط يوصلنا لهو وين. لكن بعد ما يقارب 10 سنوات من العملية هذه كان فما طفل صغير كان يلعب من قرب نهر وكان قاعد يحفر في الأرض لأنه اكتشف رزمة متاع فلوس بقيمة 5,800 دولار. الطفل ذي مشى يشري البهوم وبعد بهومه مشى روبرتيه والحكاية ذي للشرطة المحلية. وبالطبع الشرطة المحلية وصلتها للفبيار and guess what يلقاو اللي الفلوس هذيك عندها نفس النميرو تساري متاع الفلوس اللي تعطات لدان كوبر وقت اللي هو في الطيارة. لكن الغريب الحكاية انه الفلوس قاهم على شكل باكوات يعني مازالوا كاشتي ما تصرفوش. لهنا المحققين قالوا فما حاجتين. الحاجة الأولى نجم يكون السارق دفن الفلوس وهرب الباقي. هي الفلوس هذيك تحت في النهر والماء قاعد يجرف فيها لين وصلت للبلاصة وين قاها الطفل الصغير. إلى يومنا هذا ما يعرفوش كيفاش وصلت الفلوس الغادي، ما يعرفوش حتى علاش مازالت بالبلاستيك نتاعها. لهنا سولوني زيكسبير الاحتمالات تقول ولا الفرضيات أنه دان كوبر وقت اللي طيش روحه من الطيارة بورسنتاج كبيرة أنه يكون مات. لأنه تو سامبلومون وقت اللي صارت الحادثة كانت فما ريح ياسر قوية والدنيا كانت ياسر باردة. والطيارة كانت على علو 3 كيلومتر فقط. فوق هذا الكل تيس دولار اللي كانت معه في الطيارة قبل ما ينقز ووقت اللي دان كوبر طلب دي باراشوت باش ينقز بها كانت الباراشوت من نوع اللي ما تنجمش تتحكم في الاتجاهات، يعني جوست باراشوت تهبط بيك اكاهو. وفيك وقتها الريح كانت قوية برشا والدنيا كانت مغبة. وفوق هذا الكل اللي دان كوبر ما كانت عنده حتى فكرة وين باش تهزو الباراشوت. هذه فرضية من الفرضيات اللي قالوها المحققين نتاع الاف بي اي اللي دان كوبر مات وقت اللي نقز من الطيارة. لكن لحظة واحدة اذا كان جاب رسمي مات كما قالت الفرضية هذه هنا لازم تكون فما جثة، جثة متاع دان كوبر. سينو الفرضية هذه تكون غلطة على الرغم من عملية التمشيط الكبيرة اللي صارت من عند الشرطة المحلية والجيش وغيره والمقاو حتى أثر يدل على أنه دان كوبر مات وإلا حتى على قيد الحياة. لكن على مر السنين الإف بي آي شدد برشا عبيد كانت شاكة فيهم اللي هذم هما دي بي كوبر وإلا دان كوبر وهما اللي عملوا عملية الخطف والعملية السرقة هذيا. بيه لهنا فما برشا دي بروفيل يعني مش بسميهم الكل أما خليني نعطيكم بروفيل وحيد اللي أنا شخصيا شكيت فيه. دوين ويبر السيد هذي هو قاعد على فراش الموت عيط لمرت وقالها باش نقول لك سر. يا اخي قالت له مرت وشنو السر اللي تحب تقوله لي؟ قالها راني انا هو دي بي كوبر. مرته من الاول شكت في الحكايه لكن بعد ما توفى مشيت للاف بي اي وحكيت لهم قلت لهم راهو راجلي قال لي وهو على فراش الموت قال لي اللي هو دان كوبر. هذاك علاش زادوا عادوا حقه في امر السيد هذايا عام 1995 وبداو بشويه بشويه يلقاو في دلائل عليه. يلقاو ساك كبيره في داره حاجه تنجم تلم بها برشا فلوس حاجه اون ديري باراشوت مقطع ويلقاو عنده زاده جرحه كبيره في ساقه اللي سولون سيد هذايا قال وقت اللي هبط في الغابه بالباراشوت ساقه ضربت غاديك. وعام 1979 وقت اللي لقاو كل 5,800 دولار على الشط السيد هذايا مشى على عين المكان يتفقد في البلاصه. وزيد رغم هذا الكل تاريخه يقول اللي السيد هذايا شارك في الحرب العالميه الثانيه وعنده سوابق عدليه. حسب مضيفات الطيران اللي راوها وقتها الهيئه نتاعو بدنو يشبهوا برشا للسيد هذايا ولا خليني نقول الدي بي كوبر.
تاع قبل. شخصيا انا نتصور دي بي كوبر اللي هو دوان ويبر، كل المواصفات بريسك تدل اللي هو، وتقريبا نفس لي زاكسيون زاده اللي خدهم هو. فوق هذا الكل ما نتصورش انه باش يقول حاجه غلطه والا يكذب على مرته، وخاصه هو على فراش الموت، يعني ماش عنده ما يخسر. لكن حتى بعد اللي سمعناه الكل ينجم يطلع السيد هذا ما عنده حتى علاقه ومش هو دان كوبر، ينجم يطلع دي بي كوبر مات عنده برشا واستمتع بالفلوس نتاعو، والا مات كهبط من الطياره، واللي نجم يكون حتى عايش وما يعرفه حتى واحد. هذا اللي خلي عام 2016 FBI تسكر الكيس هذايا بطريقه رسميه، وتستعرف انها تقول انها الكيس الوحيده في تاريخها انها ما نجمتش تحلها ولا تعرف شكون المتهم. قصه ياسر غريبه وقصه ياسر عجيبه برشا، كيف دان كوبر ولا تشدوا، وبرشا اخرين بعده حبوا يعملوا نفس الحكايه وتشدوا ديريكتومون. اسكو دوين ويبر هو دان كوبر، ولا نجم يطلع ميت من اللي طاح بالباراشوت؟